يلتقي الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو في واشنطن بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن ثلاثتهم يبحثون العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة. وتتناول المباحثات أيضا النزاع في شرق أوكرانيا غداة انعقاد القمة الرباعية في باريس أمس. تأتي هذه الزيارة على خلفية التوترات المتزايدة في العلاقات بين البلدين وفي خضم جلسات الاستماع في الكونغرس حول عزل ترامب. ينضم إلينا من فلوريدا توم حرب مدير مركز التحالف الأمريكي بالشرق الأوسط. سيد توم أهلا بك. إذن ما أبرز الملفات التي يمكن أن تطرح على طاولة المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف؟ هناك ثلاث نقاط أساسية. أولا بدون شك المباحثات مع أوكرانيا والروس. ثاني نقطة كوريا الشمالية وعدم التزام زعيم كوريا الشمالية بالوقت الحاضر بنزع السلاح النووي، وربما سيكون انعقاد جلسة في مجلس الأمن يدعون إلى انعقاد جلسة للتوافق على ربما قرار جديد في مجلس الأمن ضد زعيم كوريا الشمالية. وثالث نقطة بدون شك وهي الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط متشعب إن كان في سوريا والوضع في سوريا، وثاني نقطة في ليبيا في على الساحل الأفريقي هنالك عدة نقاط يجب البحث وحل الاشتباكات التي اليوم تحصل في ليبيا باتجاه طرابلس الغرب. أنا أتصور هؤلاء الثلاث نقاط هم الأساسيين في هذه المحادثات، وبدون شك هنالك السلاح النووي والسباق على السلاح النووي المتوسط المدى سيكون له جانبا. نعم. أستاذ توم، كيف لما يجري على الساحة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة اليوم؟ يوجه الديمقراطيون من مجلس النواب اتهامات رسمية لترامب، كيف يمكن أن يلقي ذلك بظلاله على هذه الزيارة؟ لم يؤثر كثيرا، لأن الشعب الأمريكي بعد اتهام الحزب الديمقراطي إدارة الرئيس ترامب بالتواطؤ مع روسيا والمحكمة الخاصة وبرئ الرئيس، أي اتهامات جديدة الشعب الأمريكي لم يعيرها الاهتمام، إنما فقط الإعلام والحزب الديمقراطي. الإعلاميين في الإعلام في الولايات المتحدة 92% هو اليوم ملتزم مع الحزب الديمقراطي، ولكن الشعب الأمريكي يعيش في صناعة وتجارة واقتصاد من أفضل ما يكون له في الولايات المتحدة منذ 60 سنة لليوم، فيعتبر بأن سياسة الرئيس ترامب وإدارته يفعلون ما يلتزم لمصلحة الشعب الأمريكي، وهم اليوم طبعا يميلون إلى انتخابه مرة ثانية ل4 سنوات. ولكن الحزب الديمقراطي بأن ليس لديه أي مرشحين فعليين اجتذبوا أصوات الشعب في المرحلة الحالية، يعتبرون بأن اتهام عزله هو أفضل وسيلة لتلويث عقلية الشعب الأمريكي. أستاذ توم، سريعا لو سمحت، يعني هل تتوقع أن تسفر هذه المحادثات عن نتائج مهمة وقرارات مهمة، لا سيما فيما يتعلق في ملفات يعني كبيرة ومهمة بين البلدين، مثلا الملف السوري؟ طبعا بدون شك، يعني روسيا دولة عظمى ولها وزنها خاصة في الملف السوري، وهنالك تفاهم بإسرائيلي أمريكي روسي بدور إيران في المنطقة ومتحاول المنظمات الإرهابية تفعله، وهذه من المباحثات البناءة لمنع إيران التدخل إن كان في لبنان أما في سوريا لتهديد أمن إسرائيل. نعم. الأستاذ توم حرب مدير مركز التحالف الأمريكي بالشرق الأوسط كنت معنا من فلوريدا، شكرا جزيلا لك.